الكاف تزيل آثار الانفلات الأمني الذي عاشته قبل أيام، وأدى إلى مقتل شخصين على يد الشرطة في أعقاب هجوم متظاهرين على مقرين للشرطة وحرقهما بالكامل. ما شاهدته شخصيا أنه هناك عدد كبير من المواطنين، تقريبا 1000 مواطن تجمعوا أمام المديرية، مديرية الشرطة بالكاف، وعلى اثر هذا التجمع هناك شعارات ترفعت الى غير ذلك. على اثر هذا التجمع كان هناك احتكاك برجال الامن في تلك الليله، وصار كما ذكرت اطلاق رصاص وسقوط قتلى. اطراف اخرى ترى ان الهجوم على المقرين لم يكن عفويا، وانما بتخطيط مسبق من اطراف تريد اغراق المنطقه في بحر من الفوضى بحسب قولهم. ما وقع في الكاف نهار سبت ولحد ما في اعتقد ما فيش حتى عفوية. علاش؟ لانه والباب كانت ثم اشياء تدور منذ سقوط بن علي الى يوم قدوم الوالي الجديد هذا وتنصيبه، كلها كانت تصب في مصب الأشخاص، شخص الرئيسي اللي وقع إيقافه. عفوي مقصود. السلطات التونسية حسمت الجدل بإصدارها لبيان رسمي الخميس أعلنت فيه عن إلقاء القبض على مسلحين في الكاف يشتبه في تورطهم في أنشطة مشبوهة وفساد بالاشتراك مع عناصر من عائلة الرئيس المخلوع. السلطات المحلية في محافظة الكاف رفضت تقديم مزيد من الإيضاحات للجزيرة عن ملابسات القبض على العصابة، لكن أفرادها معروفون لدى أهالي الكاف. معناها متنفذين في العهد السابق مش في السنوات القليلة الماضية، معناها اللي شادين مسكين السلطة في الجهة منذ مدة طويلة. معناها هما كانوا في تحالف مع أثرياء جدد. تحبس الكاف أنفاسها في انتظار نتائج التحقيق مع المقبوض عليهم لمعرفة من يقف بالضبط وراء حالة الانفلات الأمني الذي عرفتها الكاف ومدن تونسية أخرى عديدة. حوادث مدينة الكاف خلفت تحولا لافتا في الإعلام الرسمي التونسي الذي وجه اتهامات مباشرة إلى عصابات مرتبطة بعائلة الرئيس المخلوع، بعد أن كان يكتفي في قضايا الانفلات الأمني بتوجيه الاتهام إلى عناصر مجهولة. رمزي توس، الجزيرة، مدينة الكاف.